الفضاء الوطني، حيث قدم نادي الطيران الشراعي السوري عرضا جويا في السودان بالتعاون مع نادي الشباب الإسباني لمدة 3 أيام بالطيران بمنطاد حراري حلق به الكابتن طارق سعد مدير الطيران الشراعي السوري والكابتن خلدون عباس. ويشارك أيضا نادي الطيران الشرعي السوري في كل من الأنشطة العربية والدولية باسم الجمهورية العربية السورية السباقة بهذا المجال. حتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد معنا عبر الهاتف الكابتن طارق سعد مدير نادي الطيران الشراعي السوري. صباح الخير كابتن. صباح النور، كيفك؟ صباح الخير، وصباح الخير لكل السوريين اللي عم يرفعوا اسم بلدنا بالعالي. بالبداية كابتن خلينا نحكي أكثر عن العرض اللي قدمتوه بالسودان. العرض هو المشاركة الدولية العربية اللي بتصير كل سنة بدولة. السنة كانت في السودان ضمن فعاليات الدورة المدرسية الأولى بمدينة كوستي بالجنوب الشمال. طبعا كان المشاركة لخمس أندية، السوري طبعا والإماراتي والأردني والإسباني والفرنسي والإيطالي. نعم. كان عرض مصاد حراري مع عدد الطيارات الشراعية باراموتورز وطيارتين باراجلايدر. الحمد لله توفقنا طبعا باسم النادي تبعنا، نادي الطيران الشراعي السوري اللي هو سباق كثير بهذا العمل وبهذا الانجاز، لانه نحن بنشارك بكل الدورات وما انقطعنا، يعني رغم ظروف الازمه اللي نحن عم نتعرض عليها ما قطعنا ولا سنه، ساتنا عم نشارك وما عندنا مشكله ابدا. نعم، يعني كابتن خلينا نحكي عن الفرق المشاركة أو مين شارك معكم إضافة للفريق السوري وأهمية هالعرض برأيك. أهمية العرض أنه نحن موجودين ما انقطعنا. نعم. هي الفكرة، أنه لحد الآن نحن عم نشارك، يعني نحن السنة ب 2013 كان عندنا هذا العرض في السودان، الشهر الجاي عندنا عرض ثاني بالإمارات العربية برأس الخيمة. نعم. بعد بشهر 9 عندنا مشاركة بالمونديال العالمي بالنرويج. طبعا نحن بنصير اسم نادي الطيران الشراعي السوري اللي هو فخرنا وعنواننا. الأهمية تكمن أساسا أنه نحن موجودين، ما تهمشنا، يعني مثل ما كثير دول منعتنا أنه نشارك، عرفتي كيف؟ في دول استاذ عم تسمح لنا أنه نشارك وما عندنا أي مشكلة، ونحن رح نحافظ على هاي المشاركات بأكبر قدر ممكن إن شاء الله. نعم، يعني كابتن عم نحكي نحن عن العوائق اللي ممكن تحط بعض الدول أمام أي فريق أو أي مشاركة سورية سواء بمجال الرياضة أو الثقافة أو غيرها، صادفتوا بعض هي العوائق وكيف قدرتوا يمكن تتخطوها إن وجدت؟ نحن العوائق الوحيدة اللي عندنا هي عوائق السفر بس فقط لا غير، إنه عم يتعاملوا معنا بطريقة كثير بدائية مع الأسف. نعم. بس نحن عم نحسن نتجاوز، لانه بالنهايه نحن فريق رياضي بيمثل بلده، عرفت كيف؟ هذا الشيء مهم جدا على مستوى العالم، واللي ما بده يفهم هاي النظريه هو حر يصفل بالنهايه، هن الهم ارائهم والهم تفكيرهم الخاص فيهم، بس كمان نحن يعني مصرين انه نحن نتم نشارك ونرفع اسم وطننا وبلدنا ونادينا بالعالي. اكيد. كابتن خلينا نحكي عن الانشطه القادمه لكم. في شهر 3 عندنا مهرجان بمدينه باماره راس الخيمه بالامارات العربيه. راح اكون انا المنظم والمشارك باماره راس الخيمه. نعم. العدد المشاركين راح يكون حوالي 70 شخص من 40 دوله، طيارين باراموتورز زائد مناطيد حراريه. نعم، يعني كابتن نعم. بشهر تسعة عندنا المونديال اللي هو بصير تجمع الاساسي كل سنه بدوله، مونديال تجمع المناطيد الحراريه، راح يكون مشارك فيه حوالي 500 منطاد، راح يكون في النرويج. نعم. يعني كابتن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بالانشطه القادمه، وان شاء الله يا رب بضل اسم سوريا والعلم السوري مرفوع باي دوله وبيكون رقم واحد دائما. ان شاء الله، وشكرا كثير لاهتمامكم.